الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ثم سألت عن ذلك فعلمت أنه قال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلقه فلا، والقميص وقت القميص دي كذلك. لما كان أبو موسى بوابا قال له بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، فأخذوه فأردوه على خلع القميص فلم يريد ذلك وأبى ولم يجب له فقتلوه مرضوه. لذلك قال كيف؟ قال قتلوه، زعموا عن خير الأم، زعموا أنه لابد أن قتلوه ظلما وظلما. قال والله لو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، كان في عيشة الرغبة، ولكن قد حلبوا بعده دما عويضا. قال قد حلبوا بعده دما عظيما، وده اللي حصل، الدم لم يتوقف بعد ما قتل عثمان، الفتن جاءت تطرق وقتل علي، وكان يقتل معاويه ويقتل ايضا عمرو بن العاص. فهذه المسائل ليست بدليله في سبق الدماء، وهي من هؤلاء، يعني ليس واقف على خطر الخوارج وهو استباحه الدماء المحرمه والاستهانه بذلك. ولذلك الضباط والعساكر كانوا على فطر في صيام رمضان واستباحه دمائهم. انا كنت اعرف كل واحد في التكفير بيخش يسال الجزء الوتر، مع ان احنا بس بقرا الجزء المقطعه، المعاد لا تساوي شيئا، لكن بيسالها استحلال، يوقع بك الضرر فقط، استحلال، واستحيل دمك واستحيل مالك، بل واستحيل عبك، كانت بتصيبه كتير، يعني شو بك ايه؟ فاستحلوا دم عثمان رضي الله عنه وارضاه، وايضا استحلوا دم عمر علي بن ابي طالب. المهم هذه تنامت وطويت بعد مقتل عثمان بن عفان، ودخلوا خمسة في جيش علي بن ابي طالب، حتى انتجوا هذه الفتن بين علي وبين طلحه والزبير وعائشه وبين علي وبين معاويه، حتى خرجوا بالتصريح وانضمت لهم القبائل، حتى صاروا ايه؟ شوكه يقول. فقالوا كفر علي، وانتهى الان ما فيش توريه ان تلقي، قالوا كفر علي. ليش كفر؟ قالوا حكم الرجال وقد قال الله تعالى ان الحكم الا لله، والله الحق من النبي باطل. لن تجد، خذ هذه القاعده وافهمها جيدا، لن تجد مبتدعا ضالا وقد ضل الا وهو لم يستطع ان يلملم شمل ايه؟ شمل الهدايا، دائما ينظر بعين ايه؟ بعين الله. الخوارج بعين الله، والمرجئه بعين الله، اهل السنه والجماعه الوسطيه بين الخوارج والمرجئه ينظرون بعينين ايه؟ جميلتين، لملم شمل ايه؟ الادله، فهم ياخذون فقط ببعض الادله وتكون ادله. نعم، قال الله ان الحكم الا لله، وهل هذا الكفر عليه انه ارتضى بالتحكيم في مساله التحكيم؟ ولذلك ابن عباس لما ذهب اليه قال ابن طالب ابن عباس اني اخشى عليك ان تذهب اليه، قال لا والله اني اذهب اليه، قال فاستعن بالله عليهم وعليك بالسنه. ليه؟ لان القران حمال، كل آية ممكن تحتمل مش قطعية الدلالة، الدلالة قريب في الآيات، فيها من الاحتمالات التي تليها السنة فاصلة. طب ليش السنة فاصلة؟ لأن ده أصل ناخده أيضا في الرد على ضوابط الدين. ليش السنة فاصلة؟ لأنها مبينة ومفسرة، سبحان الله، وأنزلنا إليك الذكرى إيش؟ لتبين للناس، فهي مبينة. فذهب إلى ابن عباس قال ما تنقمون على ابن عم رسول الله، وهذا فقه في ايه؟ في العرب، يعني كنتوا تتكلمون عن من؟ عن ابن عم رسول الله، اول من اسلم من الصغار على الراجل. فقالوا ننقم عليه ثلاثة، قال ونزلت هذه الثلاثة، قالوا رجعنا الى ما تقول، فقال ما الثلاثة؟ فقالوا اما الاولى فقد حكم الرجال، والله يقول في كتابه ان الحكم الا لله، قال والثانية؟ قالوا اما الثانية قاتلنا القوم ولم يسقي نساءهم ولم ياخذ ايش؟ اموالهم. فهو دارك بين احتمالين متكرارين، الاحتمال الاول ان يكونوا كافرين، يبقى ان كانوا كافرين فايه؟ فمالهم حلال ودماؤهم حلال ونساؤهم ايش؟ سبيل لنا، فلم يفعل فخالف، فلما خالف عصى ومن عصى كفر. في حد فاهم؟ مش فاهم؟ هم قالوا الان قاتل القوم، هو قتل معاويه في 60 صح ولا لا؟ وقاتل مع عقد الجمل مع
طيب قال هذه الثانيه والثالثه. قالوا اما الثالثه راضي بنفسي ان اكون امير المؤمنين، فان لم يكن امير المؤمنين فهو ايه؟ امير كافرين. يوم المعاهده لما كتب من علي بن ابي طالب قال لا قف قف، لو كنت امير المؤمنين ما قتلناك. معاويه يقول ذلك. طبعا تذكر عليه فابتسم، تذكر ما مضى، لان هذه نبوءه النبي في صلح الحديبيه لما جاء سعيد بن عمرو فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا اكتب بسم الله اللهم لا نعلم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال له محمد رسول الله، قال لو كنت رسولا ما قتلناك. ابن محمد بن عبد الله فقال عليه الحر، قال والله لا الحر. فقال ارني اياه، السنه كان مميل، فلما اشار اليه عين حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيفعل معك ذلك. فقال ابن علي بن ابي طالب، قال لو كنت امير المؤمنين ما قتلناك، اكتب عليه لا تكتب امير المؤمنين. فنزل، قالوا ان ارتضى ان يكون امير المؤمنين فهو امير للكافرين. يبقى هذه ثلاثه اطاحت ايام طالب. فقال طيب اما الاولى ابن عباس، وانظر الى الفقه والعلم كيف يرد الناس الذين في المهالك والطلبات. اذا كان في كل فكر منخرط، كل فكر ضال، الفكر القمع الذي يمكن ان يذهبه، ان يذهبه. انت ترى التغيير الارعب من سنين طوال طحن في كل الافكار المتعلقه، سجن وتعذيب ومعاقب وحية وكل المسائل بتاع صار بعد ايه؟ انزعت بعدها بخمس دقائق اللي حصل. كله طلع، كله طلع الان، كله طلع والافكار السوداء عمال تظهر. الفكر لا يحل الا بقول ايه؟ الفكر القمع لا لا القمع لا يجيب الا اذا كان الرجل طالب بالحق. فقال ابن عباس اما الاولى قلتم حق الرجال والله لا كل الحق الا لله. كان علم الغر لما سمع ذلك منه قال حق الى مين؟ برضه. فقال له ابن عباس ارايتم كيف يقول الله تعالى في مفاصله فيها درهم او دينار او درهم دنانير وحكم فيها من؟ الرجال يحكم يحكم به ذوى عدل. هو الله تعالى اللي قال ذلك، وايضا قال الله جل في علاه فبعثوا حكما من اهله، حكما من ان يريد اصلاحا قال او الان حكمهم وما حكمهم. لذلك قال لهم من يطبق حكم الله جل في علاه الا الرجال. خرج من هذه قال والله بس خرجت. ثم قال في الثانيه ما هي الثانيه ذكروني؟ قاتل الاقوال، فان كانوا مؤمنين فلا يجوز قتلهم فهو كفر، قتلهم كفرا كانوا كافرين يبقى موت الناس من سبب الانسان. فقال لهم وهذا الكلام من العجب المكان، فقال لهم ابن عباس ما منكم يريد ان تكون عائشه ام المؤمنين سهل في سهل. هو ادخلهم فيما ارادوا ان يدخلوا فيه. لو قالوا نحن نريد ايش؟ كفر كفروا مفهوم؟ وابقى ايضا كفروا ايضا كفروا لان الله قد جذب بانها زوجته في في الجنه. فقال خرجت من هذه، قال والله قد خرجت من هذا. لان الله تعالى قال قال في كتابه وان طائفتان من المؤمنين ايش؟ قال خرجت من هذا. قال الثقابه الثالثه انتم تريدون ذلك وامر ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال محمد رسول الله وقال له تعالوا الى خطه الرشد اكتبته عليكم. فاذا نرى بان علي بن عباس من اتقان العلم ماذا فعل؟ خرج للقوم بثلثي الناس، رجع بثلثي الناس بعدما قد نظرهم وحاورهم على ما يجوز من الفضل في الفكر. وسبب الضلال كما قلنا ينظرون دائما للادله بعين حوراء. هل هم كفره؟ خوارج كفره؟ الراي الصحيح ما يكون الخوارج والاوائل يعني اختلفوا بعضهم قالوا هم كفره، لان الانسان قال قتلتهم قتلتهم قتلت وقال وقالوا سلام هم كلاب اهل النار. قال فيهم هم كلاب اهل النار، من قتلهم فله اجر ومن قتلوه فهو في الجنه. فهنا قالوا بكفر صحيح رجع النار لم يكفر. علي بن ابي طالب هو الذي قتلهم قال اخواننا بغوا عليه. اخواننا بغوا على صحيح رجع انهم لم يكفروا، لكن هذا الفكر ضال وهذا الفكر الضال يعلن الفساد في الامه. لذلك قلنا نتصدى لهذا الفكر الضال باصول ان تعلمها واتقنها المرء لابد ان يقف ثابتا راسخا امامه. لكني ساعرض الشبه التي يتمسكون بها واجيب عنها اجابه وجيزه واختم حتى بعد ذلك نبدا الكلام على التقسيم من صبر الاخوه، لان انا صراحه سامحوني لا ارى صبر الاخوه كانهم لم تاخذوا على ايه؟ على جلوس المجالس. لان المساله لما ترى الموجهين علينا على
الإنسان أنا قلت ولد آدم ليس ولد آدم. من هذا من متصوفي أهل السنة والجماعة صلح التعبير، لكن المحدث هو عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي كان معروف أنه شديد حرص على حسن المسلم، فقال قال رسول الله، فوجد طالب علم وهو بيكتب بيبتسم، لا عبد الرحمن بيبتسم، قال أقول قال رسول الله وأراك تبتسم لحد تخطيب إن شاء الله، وأراد كتابه ومشى. ايش فعل الناس فيه؟ طلبة العلم ماذا يفعلون به؟ يحتفون به ان هم ارتاحوا من ايه؟ من مجالس العلم شهر الحمد لله صحيح؟ لا كانوا يبيعون الغالي والنفيس من اجل مجلس العلم فكانه كاد يخطئ حرمهم من الدرس ايه؟ شهر فعلى بيع وانت عارف قاضي مجالس العلم لانها مجالس وان كانت نادره الصبر عليها يصل الانسان الى المعارف عمدا يقول بعض الشبهه عند القول انهم قلنا الاصل فيهم انهم بصراحه دجاجلة. ليش دجاجلة؟ يعمون الحق على الناس. نعم؟ يعمون الحق على الناس. يعمون الحق على الناس، لا، دجاجلة. ليش دجاجلة؟ ينظرون على الحق من طرف واحد. اهو شوف الراجل ده قاعد نايم من الصبح وقام جاي مستيقظ على الثقة لما تدبر أتى بها ببرومات رسالة الله وخير رسالة. نعم صحيح. أنا مش نايم يا شيخ. ما أنا مش نايم، أنا عارف إن أنا تعجبت أهو أصلاً. الإجابة دي تقول أنا مش نايم. يبقى انا ايه؟ من صمت نجد. لا من صمت نجد. لا ابقى انا اللي واقف. ده صحيح. كما قال الاخ الكريم انا قلت الدجاجله لان سبب ان وصف الدجاج وصفه بانه ايه؟ اعور. فهم يرجعون الى الدليل ايه؟ يعني كما قال الاخ الكريم من طرف الواحد. هذا الذي ذكره، لذلك هم تمسكوا. احنا عندنا الايات والاحاديث جاءت تتكلم عن وعد وعيد. وعيد. فهم اخذوا الوعيد. كلام النبي وطلب الوعد بل وقال انزلوا الوعيد منزله الايه؟ الوعد انما قال واذا وعد الله على وفد وهو وعيد مش وعد وعيد ويختلف ولذلك العرب قاطبه اجمعوا على ان الممدحه كل الممدحه انجاز الوعد وعدم انجاز الايه؟ الوعيد والفرق اوتوا من العجب اوتوا من الضعف من عدم العلم فهم ينظرون من طرف الوعد لذلك اخذوا كل جيوش الادله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي ايش كفارا طبعا في الاصول ان الالفاظ الوارده في الكتاب والسنه اما يراد بها الحقيقه المطلقه او مطلق الحقيقه والفارق هذا لما تحل للاخوه تعرف كيف تميز بين الادله لتبقى كيف ترد على امثال هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا وقال انسان سنتين وماتوا كف اني حبيت الاصحاب المنجوم في الوقت الحق عن الانساب او الاحساب والفخر بالاحساب في الوقت الثالثه فاذا قال هما بهم ايه؟ كف وايضا قال بان مسلم قال لا لذلك الناس دي وهو خلع عنه الايمان فهو كافر ان لم يكن منا فهو ايه؟ فهو كافر عندنا وقال له الشيخ ليس منا ان لم يكن منا فهو من من الكفار هذه الشبهه التي عندنا طبعا انا لا صح لي اعمل افعل ما فعل الرازي ان هو يكتب شبهه القول وما يعرفش يرد عليها او يسيبها عشان يلبس على الناس لا انا ساختم بالرد عليهم في هذا الباب ونبدا التقصير ان شاء الله سامحوني لن ابدا التصريح حتى اقول تصبروا اذا وجدت الصبر يعني ممكن ثلاث ايام تاخذ هذه الاصول تاخذ انت سنين عمر في مساله سامحوني والله عز وجل كثير من الكبار من الصغار والله هذه المساله بالمناقشة حتى مع الكبار اللي تصدروا الناس كدعاة مثلا مش علماء او من طلبة العلم عز عليهم كثير جدا ان يدخلوا هذه المسائل فيها خبايا وخفايا ومسألة ممكن المخالف لك هو الذي يقطع رقبتك وما تستطيع ان ترد عليه لانك ما اتخذتش الاصل مش كده كل مشكلة احنا ممكن نحفظ ايه؟ الدائرة الفوقية اللي تحتيها ما نعرفهاش التقسيم ما نقدرش ندخله ما اتقنتش التقسيم ضعت وهذا كلام انا ادين الله به واتحمله. كثير من الكبار الذين تصدروا لا يدخلون في هذه المسائل، ولو وقف واحد متقن من اهل البدعه امامهم في هذا الباب لا يستطيعون الصبر عليه. لا يستطيعون الصبر عليه في هذا الباب. فعامه اجمالا نحاول الرد على هذه الشبهه، لكن نختم مع التقصيرات ان صبرتم في هذا الباب، لان الصبر يعني سامحوني لؤلؤه العلم لابد ان يحوزها من يكون لي
وإن رأى الله من العبد الهمة والإرادة حباه الله ما تفقد هو غيره. قد قال بعض العلماء المعاصرين من النبلاء والحفاظ كان يقول والله مكثت 6 أشهر أجلس مجالس العلماء وكلما خرجت من مجلس بكيت بكاء لا يعلم به إلا الله جل في علاه. فأذهب إلى بيت فأغلق علي الباب وأبكي طيلة الليل وأذهب اليوم الثاني إلى مسجد العالم ثم أخذ باكية قيل لما؟ قال ما أفقه شيئا ولا أفهم شيئا. لكنه قال بفقه الرابع قال فلما علم الله مني صدق الطلب والصبر عليه فتح لي أبوابا في الفهم فبلغت مبلغا حتى أن العلماء قد شيدوا له بدقة الفهم في المسائل. وقد قال العرب قديما من أراد شيئا جد في إيه؟ جد في الطلب. ومن أدام الطرق ولد ومن جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسب لنا الليالي تمر أن تأتينا من الجبل والبدع حتى تبع طرق الصبر. قال بعض الشعراء إنما الجد بإيش؟ بالجد. الجد هو المجد والغنى والرفعة. إنما الجد بجدي وإنما الحرمان بالعجز والكسل. فالنظر على الحال والمسألة بين مثل الشبهة هذه قد قوى علينا ورد عليها كثير. أما قول مسلم لا تجعلوا أهل الكفار يضرب عليكم بعض سيأتي في التفصيلات بأن الألفاظ الواردة قد يراد بها العموم وقد يراد بها الخصوص وقد يراد بها التقييد لا يراد بها الإطلاق. فنقول الكفر كفران الكفر الأكبر كفر ليش؟ أصل هو كفر دون كفر. وقد ورد في ابن عباس لما قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام الكافرون قال كفر ليس كفرا بالله هو كفر دون كفر. قال كفر دون كفر. فقلنا بأن الله الذي قال قد سمى في كتابه الذين قد تقاتلوا بأنهم مين؟ على الإيمان لا على الكفر. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا ايش؟ قال من المؤمنين اقتتلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنني هذا سيد وسيصلح الله بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى هذه دلاله وحقيقه على ان القتال الذي دار بين اهل الاسلام ليس اخراجا من ايه؟ من البر. لان الله قال لتقتتلي من المؤمنين وقال إنني هذا سيد وسيصلح الله بين به بين فئتين من المسلمين من المؤمنين. يبقى سماه مؤمنين مع وجود القتال. يبقى اذا عندنا محكمات وعندنا محتملات. هذا رد مجمل رد عليه مجمل تفصيل سياتي بعد التفصيلات. مجمل قلنا له المحكم ان الله سمى الطائفه التي تقاتل انها من المؤمنين ولا من الكافرين؟ من المؤمنين. ولا محكم ولا ليه احتمالات؟ محكم. قال سلم ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. لا أدرس بيشرب بتشرب بتشرب أنت متكلم بتشرب. طب هذا الحديث الحديث اللي سألنا قلنا لا الحديث اللي قلنا لا تخيل كنا لعب بسوا الحاجة وانت بتشرب تستمع ايش اللي يمنع انت بتشرب قلنا بيشربوها صح. يبقى ما لا قلنا تسمع. قال عن الحسن الذي هذا سيد وصف الطبيب بين الفئتين عظيمتين من المتصيد من المؤمنين. يبقى اذا نقول اما الحديث يعترينا اعترينا الاحتمالات. قلنا ما الاحتمالات؟ قلنا الاحتمالات ان الكفر كفر كفر اكبر كفر. يبقى يقصد فيه هنا لا تبيع بعد الكفار بالكفر الايه؟ الاصغر. مفهوم؟ اما الحديث الثاني اللي استدلوا به في قول الرسول وهو في حد ضبط اكتمله الشبهه الثانيه تتكلموا بها. محدش كتب ورايت الشبهه الثانيه دي الثالثه بس ماشي. لا الثاني الهدف هو ايه؟ ومقر رفع عنه الايمان. قلنا نعم جسكم الله خير نرى. لا الثاني الهدف هو ايه؟ مؤمن. يبقى عندما يهدف هو ايه؟ كافر. لا قال لا الثاني هو مؤمن. هو عنده مؤمن او كافر. اصل انت الخوارج يقولون الايمان والاسلام لا ايه؟ لا فرق بينهما. لا يقولون فرق بين الايمان والاسلام. فهو اما مؤمن واما ايه؟ اما كافر. لان المؤمن عنده هو مسلم. فقال اذا قال لا يزن حياته وهو مؤمن اذا فهو ايه؟ فهو كافر مش مسلم. لا فهو كافر. صحيح؟ نقول طب تعالى
أنت أعلم أم رسول الله؟ أجابك. طب لو قال هو أعلم؟ ممتاز، الله يفتح عليك يا رب. لماذا نقول تعالى الآن أنت ليس لك إلا إجابة واحدة، رسول الله أعلم؟ نقول الرسول الذي قال لا تزاح نهايته هو مؤمن، هو الذي قال جاءني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فانتظر أبو ذر متعجبا، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة بعدما رجعه وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم الأنف، يبقى زنى ودخل الجنة يكون مؤمنا كافرا. الكافر يوم قال واحد بس هو ايه؟ النار، صح ولا لا؟ ولذلك الإنسان يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو نفس مؤمنة. فإذا هذا الرد على هذا الشرط، الشرط الثاني من رشاه فليس ايه؟ فليس منه. ليس منا هنا ممكن نقول ليس منا يعني ليس من ديننا، او ليس منا ليس على هدينا، لما وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر، اصابه قبل ذلك مال اصابه. فسالنا الغشاش الذي باع التمر وغش فيه، سالناه تقول لا اله الا الله؟ قال نعم. قلنا اذا هذا لا يمكن ان يكون المراد في ليس منا يعني ليس ايه؟ من ديننا. طب ما معناها انه ليس على ديننا؟ ليس هذا هدي المؤمنين؟ لان الانسان قال ايمان لمن لا؟ امانه له. يبقى من هدي المؤمن ان يكون صادقا وان يكون وفيا وان يكون جوادا كريما، هذه خلال المؤمنين، لكن هذه من خلال الكافرين، من صفات الكافرين. والدلال على ذلك ان الانسان لما مر في السوق وجد التمر الذي قد اصاب المطر فيه من الامعان، لما ضرب يده في التمر اخرج عيشه التمر الرديء، فقال ما هذا الطعام يا صاحب الطعام؟ قال اصابه المطر يا رسول الله. قال هل اردت ذلك يا إيه؟ الناس من غشانا فليس منه. الدلاله في الكلمه هنا، لانه لو كفر بذلك لقال الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اغتسل وادخل الاسلام، ساحب الباب، اغتسل وابقى عليك على شعر الكفر كما قال لكثير من الكفر. ودي دلاله على انه لا يقصد انه ليس منا يعني ليس من هدينا. فالبراءه هنا براءه من العمل وليس براءه من ايه؟ من الذات، كما قال الله تعالى فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. مفهوم هذا الكلام؟ ما لي ارى هجوما قد وجب الرجل، هجوم عظيم في الهجوم في الهجوم. مفهوم كلامنا ده اسمه رد اجمالي، ده انا باتي بالتمر قبل الطعام، لان من السنه الفاكهه قبل الطعام، ولا عندكم العكس في مصر كلها العكس، لكن السنه التمر قبل الطعام، الفاكهه قبل الطعام، هي السنه كده. ايش قال الله رب العالمين؟ فاكهه وفاكهه ما يدخلون وايه؟ يبقى البعديه كانت في اللحم، صح؟ السنه الفاكهه. انا باتيكم بالتمر الان، ده الطعام هنا كده لازم اختزل الطعام في المخزن، بدل ما تعطيني صعب من الطعام ده هيبقى ده اجمالي. قال الله تعالى فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون، ما قال بريء منكم، بريء من العمل، العمل هذا ليس على هذه السبيل. اذا ليس منا ان ليس على ايه؟ ليس على هذه. ايش هذه الشبهه التي القوها علينا؟ بس خلاص كده انتهينا منها، يبقى رد عليها اجمالا وسياتي التفصيل مهم جدا، وهو خطر التصرف في التكفير. ما في قاعده قعدتها ديانه من يعني من التجربه مع علمائنا وما ندرس عليه وايضا من الاطلاع، هو انني اقول جيم جيم. قاعده التكفير التي يدين الله بها جيم جيم. ايش جيم جيم؟ جامده جدا، لو انت بتلعب كوره وممكن تكون عروسه جامده جدا برضه، صح ولا لا؟ فطبعا جامده جدا. لا، جاهل الجاهل، جاهل الجاهل الذي يتجرأ على إخراج المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين، فإخراجه من هذه الدائرة التي ثبت له بيقين بدون يقين جاهل جليل، لأنه سيؤذي بنفسه إلى هوة صحيحة. قد قال نفسه محذرة من قال لا أخي كيف فقد رد بها بها إيه؟ هذا الذي سيؤمنه خطر سرعة التكفير. الأمر الثاني التكفير حق لله وحق للرسول، لا مدخل للبشر في ذلك، هو من لوازم الأمور. الأمر الثالث بقى نقول الألفاظ الشرعية لابد لها من
دليل شرعي. هذه مقدمة للتفصيلات، وأن بقى ندخل على التفصيلات، الفرق بين الألفاظ والمعاني، والفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والفرق بين النوع والعين، والتقسيم بقاعدة مهمة جدا لا يستكمل الحكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. قد تتوفر الشروط، يأتي المرء زائد بالكفريات، لكن هناك موانع تمنعه من ايش؟ من أن يخرج من الملة. فنقول الشرط فقط، لكن المانع لا يمكن الحكم أن تراه كالشمس الساطعة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. وهذا إن شاء الله يكون التفصيل بعد ما انتصر الإخوة. هل هناك صفرة في الآن؟ ولا سيما وأن الآن يحوزها من حرص عليه، والعلم هذا شريف. فقال ابن مالك: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فأنا أخشى أن أضيع العلم، لأن أقول إن تصبروا حقا والأمر معكم، فإن شاء الله يكون الاتفاق بيننا بأن نأخذ وندخل في هذه التفصيلات. لا سيما أنا أزعجني جدا أنه قد انتشر هذا الفكر والآن يتنامى ببطء، لكن أتراه أخشى من أن ذلك، وهذا خطأ منا أولا. أين كنا في زمن القريب؟ أين كنا؟ حتى قبل أين كنا في زمن القريب؟ كان لزاما علينا أن ننشر العلم بين الناس، كان لزاما علينا أن نحصن أنفسنا من هذه الأفكار الضالة. الآن ستدخل علينا، ستدخل وستهجم ألا يستهجم. وهذه رسالة مالك قمة كما قلت: إلا من حرص عليه، ومن حرص على شيء بلغه، ومن جد في طلب شيء وجده، ومن صدق الله صدقه، وإن الله قد صنف الناس وما أتى بنيه في المكان. فقال الله جل في علاه: قال لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال نفسنا فيرد له به خيرا يفقهه في الدين. فأناط الخيريه بالفقه في الدين، فمن تفقه فيه الخير، ومن لم يتفقه فهذا الذي لم يرد له به الخير. فقس نفسك اخي الكريم بهذه الخيريه، واعلم ان حرمك من مجلس تستفيد منه علميا دلاله على انك لم تكن في مكانه عليه عندي، والذي يصدر من عين الله لا يستطيع ان يرجع اليه. لذلك انت ان اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك، ان اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. في الوقت هذا كان ممكن انت يعني تلهيه في السمر، في السمر مع مباح، السمر مع اولادك، مع الاخوه، او تجلس في مجلس اخر فيه بعض الوعد والكلمه الطيبه وبعدين تقرا هذا الصحيح وتمشي. نعم، لكن ان اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ان اقامك على درب النبي وارادك ان تكون وكيلا للنبي فانت الذي قد حظيت المكانه عند ربك، وان حجب عنك ذلك فاياك ثم اياك فارجع على الله فلا ينظر لك بعين واحده. وفي اي سؤال انا تحت امرك. واما بالنسبه لتكمله التقصير لست على عدل الا ان ارى ان هناك من حرص موجود، لان هذه المساله مساله متقدمه، مساله تكفير وتعويضها مساله متقدمه. وانا قلت كثير من الكبار لا من الصغار ممكن ذلك يكون هذه المسائل، وانا لا اقول ذلك تكبرا ولا رياء، المساله عند الله. ان الله اذا كشف عن قلب العبد فولد فيه الكبر او الرياء سلب منه النعمه التي اعطاه اياها، لان الانسان الضال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من ايه؟ من كبر. لكن هذا اظهار الحقيقه. الامام البخاري قال: من تصدر فليعتني بالقرون. من الكلمه دي؟ من تصدر فليعتني بالقرون زي البهائم. بس انت جبتها بس سويتها، انت ما تنحلتهاش، انت مش عم عملتها، انت صليت عليها خلاص. والله دي هو طبعا الامام البخاري ايش يقول؟ يقول ان اللي بيتصدر اللي بيحصل المنافقون حسب الاقران فبينطحوا بعض، فعشان تنطح وتكون قوي في النار في النطاح تكون ايه؟ تعتني بايه؟ القرون. لذلك يلقب الامام البخاري ان هو الكبش الايه؟ كبش المطاح. فهمت؟ يعني العالم يتصدر لابد يكون عنده ثقه بعلم الله. مش كده نقول دايما لا يصح ان يتصدر من لم يتاهل. تصدر للوعظ جيد، لكن تتصدر للفتوى انت لم تتاهل لا يجوز. كلابس ثوبك ايه؟ ثوب. ومن افتى بغير علم قد تقحم النار على قصيده. فعلينا ان نرى هل نستطيع ان نحوز هذا الباب ام لا، وعلينا ان نهي انفسنا عن الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. في اي سؤال؟ نعم. ما هو انت بص لو انتبهت معي في اول مرحله
لا أراحك الأمر، مع إني أعرف إنك ملتزم، مهتم، آه والله، ومنتبه، أنا خدت ذلك، خلاص طالما ما جبتهاش بالكل جميعا أنت ماشي. ممتاز، ده فضة في القول، ده محل الحمد لله. قل تعلم أن من ترى أنه أطلق لسانه في الأخيار فهذا فيه لوفة خارجية. لأن إذا سألتك ما علامة الخوارج؟ قل نستهل العلامات بالقدح في إيه؟ في الأخيار. وضربنا المثل أن هو دخل السلم اللي هو أمين أمين السماء، فقال له اعرف هذه القسمة التي غيرت بها تكلم مع الإنسان لم يعرف قدر ولم يقل يا رسول الله فلا يا محمد. هذا أول شيء. وزاد الدينولة في الشيخ اسمه كذا، اسمه الشيخ، اسمه الشيخ. طيب القتل فهذه أول علامة، هي علامة صح ولا لا؟ فهذه علامة من أول علامات الخوارج أن تراه طريق اللسان في الجرح في الأخيار. لذلك أنا رددت على رجل كان بيقول يا رب احشر، بعد ما قال في التفسير كده بيقول كان بيدعو الله أنه احشر مع يوسف. أنا دايما كنت أقول للإخوة أصل أنا شفت يعني يوسف في النت في حاجات وبقرأ لمحتها بعيني، وأيضا سعد حسني نفس الأمر لمحتها بعيني، فكنت ما يحشر مع سعد حسني أحسن ما يحشر مع الأعلام. إحنا في نار يبقى كلها بقى والله أعلم، أستغفر الله أنا لازم أحشر نار، أعوذ بالله من الفساد. لكن واقع الحال اللي إيه؟ معوج هذا الرجل إعواج إعواج شديد جدا، حتى قال بأن الخلاعة في الأفلام هي التلفزيون. لأن دي حكاية مش حقيقة، حكاية مش حقيقة، ده ماسك شفايفها من الزبالة ده هيقطعها، تبقى فين الحكاية مش حقيقة؟ بيقبلها حقيقة ولا ما بيقبلهاش حقيقة؟ فبيستدل بالقرآن بقى على ذلك. شوف المصيبة، الشياطين الشياطين يقول لأوليائهم قال أما قال الله لك في ولاء عن امرأة العزيز مع يوسف أنها قالت إيه؟ ها؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لكن هي إيش قالت؟ قالت إيه؟ ها؟ هي ابتلاك صح؟ هات الآية من الأول كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه كان من عبادنا المخلصين. ثم قال لا انا عايز انا وراودته انا اجيب السبب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هي وحرمت الابواب وقال هيت لك في قراءه اخرى قال ايه هيت لك دي معناها بالفرعونيه عندهم ايه الجماع في صحيح كلام الجماع قالوا شوف القران مصورين ده كده يبقى ما فيهاش مشاكل بقى ان واحد يصور ذلك شوف الشيطان وصل معه ولا ايه قالت يا يوسف مش حاجه دي مش خلاعه دي حكايه قصه روائيه معينه طبعا ده من الابداع هو طبعا الابداع بتاع شرطين صح الابداع فانا كنت قلت له في بدايه الرد عليه ان هو كان تكلم بجواز اعتداء النصراني على عرش او حكم النصراني على المسلمين فكنت قلت له في البدايه زعموك عالما جهلا منهم بذلك وانت الجهول وما كنت موفقا مسددا لانك قد اطلقت لسانك في اعراض الاخيار. كنا نرى اخيار الابرار من انبل ما راينا وهو مش بيبدع ويفسق ده بيسب ويشتم بالفاظ اشد ما تكون ومثل ذلك لا يؤذي وما في ادب في التجريح حتى. الامام البخاري كان لطيف العباره كان يقول عن الراجل مجروح عشان يحفظ الدين والاسانيد يكون صحته عنه. اقوى شيء قال الامام البخاري في تجريح الراوي لا يؤخذ بحديثه كان يقول عنه ايه؟ منكر الحديث فقط بادب الجنب بادب جنب مصيبه لكن انا احنا بنتجرأ نقول هل انا بتلاقوا ساعه على واحد هي نوم من ايه؟ نوم من ساعه مصيبه هذا مصيبه وهذا ايضا جهل لانه النظر بعين ايه؟ بعين امراض فانت لا يمكن ايضا ان ترد على امثال هؤلاء الا بالعلم ابدا لما تقف معه بالعلم هينهك هيذوب مش عارف حاجه ده هو بيعمل الكلام في كرخ التقديم مش عارف يفتح والله ما يعرف يستجمع لوقف الهدوء فانت ايه انت بقى لو انت كنت زيه او انا زيه ايه اللي هيحصل؟ بيفخني هو بالجرأه على الاعراض وبيتكلم يقول اسكت لما انت تبقى خصيم ولا شيخ الفلاني بتاعك ده يكون خصيم يوم القيامه اولى ليا لما يكون للنبي ايه؟ خصوم الشيطان زي كده يعني هو الان بين خصومتين اما خصومه مع النبي او خصومه مع شيخك يعني قلنا هو ايش اللي جعل الخصومه ابدا من الراجل ده الشيخ ده ماشي على طريق النبي قال لا ده مبتدع طارق فيا اما يكون النبي خصيم لان انا بدافع عن السنه وانا اطهر البدعه بدعه وهو الشيطان بيزين واما يكون النبي خصيم مين بقى انا افضل مين كنت خصيم؟ قال زي شيخك يعني صح؟
صحيح ولا لا؟ ده اللي بيفعلوه. طب ايه اللي يمكن يقطع دابة هذه المسألة؟ هو ايه؟ العلم. وهم كمان ايضا الاخ اللي هو بيعمل كده، هو انت لازم تنظر اليه بعين الرحمة وتنصحه انه ايه؟ يتعلم، لانه لو تعلم هيكف عن هذا، هيشغل بعلم، هيبقى نايم في علم، قائم في علم، بينظر في المسألة، كيف ترجيح المسألة؟ العلماء انتزع الحكم ده من الدليل كيف؟ فشغل العلم عن الكلام في عرض الناس. انما في الفرع الرسالة هذه احنا عندنا مثل مصري مشهور جدا الحمد لله، كل حاجة عندنا. يعني كل حاجة مثلا ايه بعد ايه عندنا؟ ايش هو المثل المصري بيقول؟ بيقول الفاضي عمل. اهو الفاضي عمل فاضي. ده مبتدع، ده فاسد، ده سابق، ده طالع فاضي، صح ولا لا؟ لكن لو قلت له بقى مات عن بنت او مات عن ابن وبنت وعم وخال ورث، يبقى هيحتكم بايه؟ يرجع يتعلم من ورث وكيف الحساب وعلى السبوع ويسهر ليلا ليعرف كيف يقص المرضى من صباح القبر. فانشغل بالعلم اللي هو افضل دون ان هو يعمل ايه؟ فاضي يعمل ايه؟ يعمل انت اللي خليته فاضي. لانك لو شغلت معاك انشغل، ولو نشرت العلم، ولو ذهبت اليه افرغت له جهله في مساله لعله يتحرك من الداخل يقول وليمه، وليمه هذا يكون يتقدم لي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو. نسال الله ربنا ان يعيننا ويعيننا. تعالي سؤال. طيب خير الاسماعيل سبحان الله ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله عنا خير من احسن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.